احنا صار عندنا قرار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان نفتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية ولكن بشروط. يجب هذه الجامعة الأهلية أن تعمل توأمة مع جامعة حكومية. أول سنة السنة التحضيرية يجب أن يدرس الطالب في الجامعة الأهلية. وأقول بكل صراحة وبموضوعية، أولاً ليس من مهمات ولا واجبات ولا صلاحيات ولا اختصاصات الموازنة المالية أن تتحدث عن فتح دراسات عليا لا لهذا الطرف أو لذاك. نعم. ووجود هذا البند يعتبر كفر بالديمقراطية العلمية، بمعنى تحدث عن علم وتنشئ إلى آخره.